الفائز بالمليون الأول من موبينيل كمال حسين صادق السيد من الفيوم. ألف مبروك يا كمال. ألف مبروك. اشتريت خط موبينيل وكنت متوقع أن أنا أكسب بصراحة التليفون، لكن ما صدقتش أن أنا كسبت المليون جنيه حد دلوقتي. اشتري خطك دلوقتي، يمكن تكون أنت المليونير التاني. موبينيل، شبكة المحمول الأولى في مصر.